كينج رشدي، مرحبا بك معنا. وبيك يا عايشك. مرسي اخويا كنطاش، شرفتنا بحضورك. وبيك يا عايشك، جيتنا من مدينه عنابه. وي تحيه كبيره للناس اللي في عنابه. وين عنابه؟ سونترفيل. سونترفيل هاي مليحه، الناس لابلاص دان سونترفيل هذيك. صافي بليزير خويا. كينج رشدي، بدايه شكون هو كينج رشدي؟ كينج رشدي، كينج رشدي جون يحب يضحك، ناس ملاح نيه، ويحب يفرح الناس. واش يدير كينج رشدي؟ كينج رشدي يدير لي فيديو كاميرا كاشي، لي برانك، لي فيديو مع لا مامو تاعو يضحكوا بها. هذه هي. يعني نشط على مواقع التواصل الاجتماعي. كاينه اكثر موقع نشط فيه شنو هي؟ انستغرام وتيك توك. تخبيا كينج رشدي. علاش كينج رشدي؟ هي دابيتود رشدي جات من عند جداتي، يعني انا اسمي رشاد. جداتي كانت تضربش بيها تعيط لي رشدي. بعد زدت لها كينج باش تجي حلوه سهله للحفيظ هكذا. كينج رشدي يعني خيرت الكينغ. كينغ ديريكت. انا قلت بالك كي طويل الله يبارك كينغ. لا 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 لا، طول ما عنده ما دخله في الكينغ. بصح الكينغ جايه في الحلاوه تاع الهضره، فهمني؟ كينغ رشدي. داكور صح. كينغ رشدي كيفاش بدات الحكايه؟ كيفاش بدات الحكايه؟ الحكايه بدات كي بدا الكونفينمون. صح، كي بدا الكونفينمون جو كنت نتفرج في الفيديو هكا في تيك توك، ومنه بعد قعدت بين ربع حيوط. تقعد بين ربع حيوط تبدا تجيك الانسبيراسيون. كنت نتفرج على لي فيديو يضحكوا، بصح انا الحاجه اللي ضحكني بوكو بلوس هي لي برانك اللي كانوا يديروهم في لي زيتاجيني في فرنسا هكذا. جوغ كانوا هذوك هما اللي ضحكوني. قلت علاش ما نبداش. بديت هكاك شغل كانوا يعجبوني دي فيديو تاع حايد من هنا، نسي نديرهم بلا فاصون تاعي. جربت بديت في قالما، بديت درت هكا كلك فيديو في شو اسمه في الفروج، بديت نخدم هنا منا منا، بدات الناس تعجبهم. من بعد بديت في لي فيديو مع لا مامو ندير لها في لي برانك، هذيك شغل لك نلعبها لا حب نزوز نشوف لا رياكسيون تاعها. من بعد بشويه 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 بديت نخدم لي كاميرا كاشي، حبيت نزيد نديفلوبي نخدم لي زيكسبيريونس سوسيال وصافا الحمد لله. لقت اعجاب المشاهدين تاعك؟ كاينه. كنت تسنى في هذاك النجاح؟ نو، ما جامي سنيت داك شغل اني نوصل نجيب مليون ولا زوج ملايين فيو في سيرتو في الانستغرام. جو كانت حاجه فريمون بعيده، بس الحمد لله حققناها وان شاء الله نوصلوا لنجاحات واحده اخرى ان شاء الله. وعلاش خيرت السوشيال ميديا؟ كيفاش حتى قلت انا تاع السوشيال ميديا؟ والله هي بدات وحدها ما نكذبش عليك. جامي شغل سنيت اني جو نوصل هكا في نيميرو ولا جو نبدا والناس تولي تحبني. وهي كاينه حاجه في العابد اسمها القبول. حتى دي فوا كنت تلاقى ناس برا، دي فوا تلقاهم هكا يقولوا لك نحبوك، دي مامو دراري صغار كبار تلقاهم حتى داك شغل هكا دي جون يقول لك خويا نحبوك وسلمنا على مامو وكذا، وهذا صافي بليزير والله. دونك في عندنا بناس يعرفوا. كاين الحمد لله. صح، كنا نقول لك اسكو كاين ناس عاوناتك في بداياتك، واسكو تلقيت انتقادات، اسكو الناس بوساوك باش تافونسي، وشكون عاونك وشكون ما عاونكش؟ هي شوف لا مامو هي الاول. لا ماما جو بدات معايا من اللي بديت شتي من الزيرو، وما زالت تحارب معايا للدرك، وما زلت نهبلها اسكت. كاين عندي زوج صحابي عندهم دي باج هكا ستيل الجي مهبول مهبوله، دي فوا هكا يعاونوني بالبارتاج منا من هي، وهما صافا اللي بوساني. كيستيون صحاب في الاول كي بديت كاين نكا وحايد جو ما قبلوهاش، يقول لك شبيه هذا قاعد يجيح واش قاعد يدير ما نمشيوش معاه هذا قاعد يجيح. بعد بشويه بشويه بفاق وقطعت. قبلوها. قبلوها. ولكن اكثر واحد دعمك هو الام. الام. تحيه كبيره للام. تحيه كبيره ليه. راهي تشوف فينا الان، نقول لها الف تحيه، وراه معنا اليوم على قناه النهار. مرحبا بك. وبيك كينغ رشدي، بدايتك كانت بالهاتف ياك؟ بالهاتف. مونتاج بالهاتف. مونتاج كلش بالهاتف. ما زلت تضرب بالهاتف. يعني كل واحد دوكا يعني نشوفوا باللي الناس استغناوا على الكاميرات واستغناوا على البيسي ولو كامل بالهواتف النقاله. تشوف انه هذا الشيء اسهل ربما؟ هي شوف كاين ناس يقول لك انا حاب نبدا وما عنديش بي سي وما عنديش وما نعرفش كيفاه المونطي ومنه ومن هي. ما مش لازم لا بي سي لا والو، تشري تليفون. انا في الاول كان عندي اوبو، كنت ديفون نجيب صحابي نعيط لهم هما يصوروا لي بالايفون تاعهم وكذا، ونخدم والمونطي من عندهم نعاود نبعثو عندي ونحطو. تسمى لازمتك تخدم ما فيهاش، ومن بعد بشويه 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 تخدم العبد وينفيستي وجهك. وكاين ثاني ايضا الناس اللي ما تعرفش انه كل حاجه كاينه في اليوتيوب، ما تعرفش حاجه روح اليوتيوب. كيفاش تعرف حاجه كيفاش دير مونتاج؟ وشنو هو الشيء اللي يميزك انت كينغ رشدي عن باقي صناع المحتوى؟ سبونتاني طويل في دو متر جوغ تشوفني من بعيد زميترات. دو متر يبارك فيك. وضحكتي
ضحكتك شغل جو معروفه معروفه ضحك صح. كينغروش دي للناس اللي ما يعرفوش معنى برانك ندير لي برانك ها. وش معناتها ان برانك؟ ان برانك هي بار اكزومبل تكون مع لي زامي تاعك من هي تحب دير له فيديو لو عامله ومام طون تضحك ومش حاجه شغل حاجه اه خدعه ومام طون تضحك ومش حاجه لي بيزار بيزار ونورمالمون يكون لا ديوريتي حق قصير قصير ها طري بيان. رشدي ظاهره جديده واللي هي ادخال صناع المحتوى لاحد افراد العائله كان نشوفوا ديزانفلونسر ولا يدخلوا اب الاب تاعهم كان يدخلوا الام تاعهم. بدايه لماذا هذه الظاهره؟ هل هي قصد انه يكونوا عندك متابعين اكثر او مشاهدات اكثر ولا تشوف انه ما باليش انا يا اسكو الام هي حبت هذا الشيء ولا الاب هو يحب هذا الشيء؟ وشنو ردك على هذا؟ هي ملاح العبد ديما يخدم داك شغل حاجه جديده فهمني ودي فوا كيعود مثلا لا مامون ولا انا الاب تاعي متوفي ربي يرحمه 11 افريل 2010 ملاحك شغل العبد كيدخل حاجه جديده وان ميم طون كيعود ماكسبتيها اللي معاك فهمني جو ما يكونش هو مش حابه وانت شغل تبوسي فيه دير معايا دير معايا دير معايا دونك كي تلقى داك شغل لا مامون ماكسبتيها دخلها وهاك تلعب وهي هذوك نقول لكم عليها بديتها انا. انا كي درت مع لا مامون تاعي جو كي كنت صغير الاب تاعي توفى كي كان في عمري صغير. صح. اها ما كانوش عندي دي ميموار معاه وكذا وكذا وكذا. ما تشفاش يعني. اها دونك سييت قد نسي باش ندير دي ميموار مع لا مامون تاعي باش حتى لا قدر الله وكش ما صرا عبالي واش درت وفرحان وشغل وراضي على روحي وراضي على نفسي هك فاهمني او ميم طون اللي قاعدين يتفرجوا فيا باش يزيدوا حتى هما يديروا هكا مع ابهم ولا امهم معليش حتى اذا تحب ما تبوستيش بس خلي دي سيفونير ملاح مع لا مامون تاعك يعني باش انت شغل تنفلونسي هاد الناس فوالا باش يحبوا اكثر امهاتهم وابائهم ويتقربوا اكثر منهم جميل فكره جميله جدا. رشدي كون نقول لك مشاريعك المستقبليه واش تقول؟ مشاريع مستقبليه هاي جايه كان جديد ان شاء الله ان شاء الله اسكو راح نشوفوا رشدي في رمضان 2022 ممكن ان شاء الله ممكن ممكن شحال بورسونتاج 90% 90% انت راح نشوفوه ماشي ممكن نشوفوه راح نشوفوه ان شاء الله نشوفوه ان شاء الله تحفظ ما تقولناش وشنو ما زال جو بريفير نخليها سيربريز ان شاء الله دونك ان شاء الله نشوفوا رشدي في رمضان 2022 ان شاء الله هكذا وان شاء الله يعني نزيدوا نشوفوك موراها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. فقره 20 سؤال قلت لي مسموح انت تستنى فيها بالعقل مبارك يلا مشاهدينا الكرام نروح انا وياكم وكينغ رشدي الى فقره 20 سؤال بيغ رشدي عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع جاهز؟ جاهز. هل تعتبر نفسك مؤثر؟ وي. هل ظلمت من قبل؟ وي. من قبل من؟ دي زامي هكا دي بروش ظلموك. هل سبق لك ونشرت فيديو من فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي وهي فيديو مفبرك؟ وي. كاميرا خفية؟ كاميرا خفية وي باسكو ما كانش هذه العقلية في ال عند الشعب تاعنا دونك نسي وندخلوها بالعقل بشويه 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 يعني ما كانش عقليه كاميرا خفيه مفبركه نو عقليه كاميرا كاشي جو قادر دير حاجه تكون جو فيها ريسك تولي كاين ضرب وكاين منا وكاين منا دونك نسي وندخلوها بالعقل مش ضربه واحده تروح انت تصدم بحاجه ثقيله يعني. انت متهم بانك تصاحب كل من لديه متابعين على الانستغرام فقط هل هذا صحيح نو عندي اصحابي جوغ ما معروفين بالك ما عندهمش اصلا انستغرام يقولوا انه رشدي يدير الخير ويتصور معه لا غلطه دي. غلطه واش تقولهم انت ما ندير الخير بس ما نصورش معه ندير فيديو معه ندير فيديو معه نضحك بك ما نصورش معه اقرب الناس لك امي فريقك الجزائري المفضل جزائر بقى جزائر بقى ما تبعش بزاف بالون منتخب الوطني فريقك العالمي المفضل ماشني بزاف بالون افضل صانع محتوى جزائري المحي افضل مغني راب جزائري مغني راب مغني راب اسلام فانتروا
افضل مغني راب في ولايتك؟ اسلام فانتروا. افضل ممثله جزائريه في نظرك؟ ما مشني بزاف تلفزيون. افضل ممثل جزائري؟ كيف كيف. اكثر شيء معطلك في حياتك؟ ما عنديش حاجه معطلتني في حياتي. اكثر موسيبيان؟ الحمد لله. اليوتيوب والانستغرام والتيك توك؟ انستغرام. رساله لاحد صناع المحتوى في الجزائر واش تقول له؟ جامي ترو تار، تقدر تبدا من اليوم مش موضوع. لاحد صناع المحتوى في الجزائر؟ ما تفشلش نخدم. بعد 5 سنوات وين تشوف روحك؟ فوق. وين؟ الفوق في التلفزيون، في التمثيل، في امور بزاف منشط. امنيتك في الحياه؟ ننجح. سنك الامثل للزواج؟ 26. عمرك؟ هذا من باسيو. انت عايش تقول عمرك؟ بس ما نقولهمش، ما بالهمش. خلاص تخليها سر. سر. ليسونسيال 26 تزوج. هكا. ليسونسيال راك تحت ال 26. سي بون. رسالتك لعائلتك؟ نحبكم. رسالتك للأم؟ توحشت الكفوف. اش راح نقول لها؟ راكي على بالي بلي تعبت شوية في الحياة وكذا بصح. نحبك وهذا هو، ان شاء الله تكوني راضيه عليا. لو لم تكن صانع محتوى واش كنت راح تكون؟ لو لم اكن صانع محتوى راح نكون خدام نورمال. فاش خدام؟ سا ديبون في كاش قطاع في الدوله. هدفك في الحياه؟ ننجح في حياتي. أكثر صانعة محتوى حاب تمثل معاها؟ صانعة محتوى؟ ما نتبعش بزاف صانعات المحتوى. شكون تبع؟ تبع هكاك اللي انسبيريوني من زيتازيوني ولا من الخارج. هنا ما مش حاجة بزاف. لو أردت تغيير شيء في ميدان صناعة المحتوى واش تغير؟ واش نغير في ميدان صناعة المحتوى؟ نحي ذاك البخل واحد ونسي كيفاه لمهم كل ما بعضاهم بحيث انهم يخدموا كل ما بعضاهم ويطلعوا كل ما بعضاهم. كون نقول لك في اي سنة راح يشوف روحه بيك رشدي وصل للمليون، واش تقول لي؟ المليون؟ ان شاء الله قريب. هي مازالت بعيدة شوية بصح ان شاء الله قريب. أي سنة ممكن من وراء عام؟ 2022 ممكن. ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق. ان شاء الله. بيقرقش دي شكرا لك، شرفتني بحضورك. شرف لي. نخلي لك كلمة الأخيرة، تفضل. تبعونا. تبعونا كاين جديد. سي بون؟ سي بون. شكرا بيك رشدي. ميرسي، ربي يحفظك.